أحمر 29 سنة بطالة ما عادش تحبني تسهر الليل ترسف في حكوك الحلو وتحشي في الدقلة بمعجون اللوز خارج نهار من مدرسة تخلط عليها تلميذة ما تسمعش من صغرتها ناقش فيا على العدد بتاعها تقييمكم للحملة الانتخابية وتوقعاتكم فيما يخص نسبة المشاركة. اليوم يفصلنا على الانتخابات 48 ساعة. أخذنا الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الأحسن. وهذا بفضل مجهودات عديد من الناس اللي وقفوا. شوف فيها جاي من بعيد مش تسطع فيها كرب حلومة بنت لفيات عندها عطرية في ناش فلسطين في ديها المفاتح الكل كروات وصول تجارية وحتى الفيزا كان لازم تدبرها لي اسمعني يتعديلك عم حسن يدخل معك المكتب الاقتراع يعمر لك الورقة ويصورها بالبورتابل باهي تحل الكاسة تجبد منها ورقة ابو 50 تقصها في زوز تمدلها الشطار خذ هذي وبعد ما تنخم يجي نكمل لك الباقي نهار الانتخابات صفوف قدام المكاتب الشمس تنقب الراس والناس ما هي متحل حسائل لم تغطي الصباحة في المحضر عم حسن المرافق جبد خمر من الصف ودخلها قبل الاخرين دخل معها للخلوة عمر لها بطاقة اقتراع وصور بالبورتابل هي داخل الحلومة وعيشوشة متترك نتلصق في شطار الخمسين اسمعي خليك كيف بي في الخزار وزل الخمسين متاعي فوق هطول نرجع لك مد عم حسن التليفون الحلومة تثبت في التصوير عيشوشة اتكت على قمر وهي خارجة وقلت لها تهنى ما خلصي مر ايش تعطيني شطر الخمسين بتاعك خرجت قمر من غادي به كلمت ببكر تعرف من الجامعة حكيت شكرك قمر على هالشهادة إن شاء الله صوتك يوصل للسلطة ويتم التحقيق في هالعملية هذه اللي هي عملية منظمة لسيما وأنه فما إمكانية كبيرة أنه هالممارسات تصير في دوائر ونقاط انتخابية أخرى بعد ساعة قطروحة في استوديو قدام الكرو تحكي بالتفصيل على عملية التدليس بما أني كيف العادة شد جرتها كيف وقفت لها كهربا كحلة طب الشفور من شباك وقللها تاكسي مدام نوصلك ليه عايشة داروا بها زويز وطلعوها بالسيف في الكهربا جريت وراها ما خلطتش قيد نمره رجعت للراديو مبلغ أنا داخل يعرضني أبو بكر خذيه من عندي بورتاب
رجعنا لكم سيرونتين، رجعنا لكم على المباشر لأنه صارت فاجعة، عملية اختطاف قمر بن محمود قدام مقر موزايكا فيم بعد ما أدلت بالشهادة نتاعها حول عملية التدليس في الانتخابات في دائرة تونس واحد. الكهرباء اللي اختطفتها ربي هذا نداء، كهرباء اللي اختطفتها هي من طراز كليو سامبول لوكاسيون، كانت متجهة في اتجاه البحيرة. رقم التسجيل متاع الكهرباء هو 99 18 9918، تونس 164. هذا نداء للوحدات الأمنية، إن شاء الله يحاولوا يدخلوا. وقفوهم بالوقت ودمادم اللي وراهم زاد، منهم واحد يقولوا له مخلوف. وسيبوهم هذايا في انتخابات 2011، والمرة هذه زعما كيفاش؟